تلقيت صفعة على وجهي من أم جندي وأخرى وصفتني بالشيطان. في تلك اللحظة دمرت حياتهما، هكذا وصف أحد القائمين بأصعب المهمات غير القتالية في إسرائيل، وهي نقل خبر مقتل الجندي في ساحة المعركة إلى أهله. ولكن من يقوم بها؟ ولماذا هم في سباق مع الزمن؟ تعالوا نعرف معاً. للقوات المسلحة في إسرائيل مكانة خاصة لأنها تشكل أغلبية المجتمع، فالخدمة العسكرية إجبارية على الرجال والنساء لمن هم في سن 18. أما حرب غزة التي اندلعت بعد هجوم طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، فأصبحت الحرب الأطول بتاريخ إسرائيل، وحتى نهاية شهر فبراير عام 2024 تجاوز عدد القتلى الإسرائيليين المعلن عنهم 570 قتيلاً، وهو عدد كبير في مجتمع شديد الحساسية لأعداد قتلى الحروب، لدرجة أن إسرائيل تتحايل على كشف العدد الحقيقي بدفع المال لليهود الشرقيين والبدو، وهم من الفئات الفقيرة في المجتمع، ليتنازل الأهل عن الإعلان عن قتل أبنائهم. ومن وسائل تحايلها الأخرى نشر النعي على أنه قتل قضاءً وقدراً. فموقع ذا كريدل الإخباري نشر تحقيقاً بعنوان تزحلق ومات، جاء فيه أن إسرائيل تلجأ لحوادث السيارات والحريق وحتى السقوط من الشرفات كلما ارتفع عدد جنودها القتلى. حسب تقرير لوكالة أنباء عالمية، هناك فرق نقل خبر القتلى العسكريين في الجيش، وتتكون من مجموعات صغيرة لا يتجاوز عددهم 4 من المتطوعين العسكريين، لابد أن يكون بينهم طبيب، والباقي من مهن منوعة تم اختيارهم من قبل مسؤولي الجيش بعناية لتمتعهم بقدرة فائقة على التحكم بالانفعالات وضبط النفس، ويخضعون لتدريبات على كيفية توصيل الخبر بدقة سواء عن قتل جندي أو اختفائه. ونقل التقرير عن أحد هؤلاء أن أفراد العائلة من أقرباء الدرجة الأولى عليهم أن يسمعوا الخبر أولاً وجهاً لوجه وبوضوح، وأبداً ليس عن طريق الهاتف أو الانتركوم. وحسب قوله قد تكون السرعة سبباً في إخبار العائلة الخطأ، وإن أفضل طريقة لفعل هذا هو طرق باب المنزل ودخوله، لأن التواجد في الداخل يضمن فرصة إسعاف من يحاول إيذاء نفسه بعد سماع الخبر السيء. وقد حدث وأن تلقت الفرق أيضاً صفعات وشتائم، وفي مرات أخرى بكاءً وأحضاناً، كما أن الفرقة تلجأ لارتداء معطف المطر فوق الزي العسكري أو الزي المدني حتى لا يرى الجيران الزي، ويقول لعائلة الجندي إذا لم يكونوا بالمنزل كان هناك جنود يبحثون عنكم. هل تعلمون لماذا كل هذه الإجراءات؟ لأن الفرقة في سباق حقيقي حرفياً مع الواتساب ووسائل التواصل المليئة بالشائعات لإيصال الخبر خلال أقل من ساعة واحدة. في كل يوم فيديو جديد، اشترك معنا لكي لا يفوتك شيء، ولا تنسى الإعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء.